اوكي، بسم الله. كده خلينا نكمل ان شاء الله مع بعض الباش سكريبت ونشرح الفول لوب. دلوقتي في الشيل بشكل عام او الباش، انا عندي اصلا ان انا ممكن اجي اكتب كده في الشيل فور اي ان وبادي له مثلا كوليكشن اوف داتا، فواحد اتنين تلاته مثلا اربعه، وبعد كده بدوس له انتر. لما بدوس له انتر بيبتدي يفتح لي جريتر زين كده بالشكل ده، اللي هو مستنيني لسه اكمل الكوماند. فالفور لوب الكيرلي براكت بتاعتها او بتتفتح بيه كلمه دو، بعد كده ابتدي اكتب الكوماند وها سبستيتيوت الفاريبل اللي اسمه اي وهقول دان. طبعا هبتدي اشرح الكلام ده. طيب فور هي زيها زي السي، زي البايثون، زي اي ايه فول لوب في اي لغه، وبتدي له الفاريبل بتاعك او الكاونتر بتاعك، وبتدي له ان زي كونسبت البايثون ان هو فور اي ان كوليكشن، او برضو نفس الكونسبت بتاع الرينج لوب اللي في السي بلس بلس. لما تيجي تقول فور مثلا اي نقطتين وبتدي له فيكتور او اري، نفس الكونسبت بالظبط. فانت عندك فور اي ان كوليكشن، وبعد كده كانك بتفتح الكيرلي براكت عندك هنا بكلمه دو، وبتقفل الكيرلي براكت بكلمه دان. و according لل عايز بقى تنفذ اي حاجه ابتدي يكتبها في ايه، في النص هنا. فبالشكل ده طبعا ل 1 2 3 4. طيب مش ميك سنس ان انا كل مثلا ببقى عايز اعمل فور لوب جوه رينج مثلا من اي لغايه 5 لاي لغايه 10، اقعد اكتب له فور اي بقى واقعد اعد ال 10؟ لا، احنا اوريدي اصلا عندنا ريجولار اكسبريشنز كده لطيف. خليني اعمل فايل تمب كده وندلته. لو انا جيت مثلا قلت له ايكو وفتحت كيرلي براكت بالشكل ده كده وعملت له 1 ونقطتين 10، هنا كده انا بفهم اللينكس دي حاجه اسمها من 1 تو 10. لو عملت كده هيطبع لي من 1 لغايه 10، ده ريجولار اكسبريشن. ممكن تاخده شويه قريب بالماتلاب. طيب لو انا جيت برضو فور اكزامبل عملت حاجه بالشكل ده 4i ان كنت هقول رينج 1 تو 10، نفس فكره الفور لوب بتاعت البايثون بالظبط يعني. وجيت قلت له دو ايكو سبستيتيوت الفاريبل بتاع الاي بالشكل ده كده اهو، و done هتلاقي طبعا لي من 1 to ايه 1 to 10. فطيب عايزين بقى نماب الكلام ده على مين؟ على الباش سكريبت. فخلينا ندلت التمب الاول بالشكل ده كده ونروح على الباش نبتدي نمشي واحده واحده. طيب يبقى انا لو جيت عملت في الباش الشي بانج بتاعتي، بعد كده قلت له 4i واديته مجموعه من الارقام وقلت له دو وايكو وسبستيتيوت على الرقم ده، يبقى بالشكل ده هيطبع لي من 1 to 6 وانا كاتب ثانك يو في الاخر. اوكي، في برضو حاجه معلومه سريعه لطيفه في الباش. انت مثلا فور اكزامبل عايز تديبج، عايز تشوف الاي دلوقتي ماشيه ازاي او الكوماند ماشي ازاي، الفاريبل ده مثلا تعالى نعرف فاريبل هنا مثلا اسمه فار ونديله مثلا اي تكست مثلا نسميه معتصم. فانا لو عايز امشي مع كود سطر سطر بكتب كوماند كده اسمه ست داش اكس، وانا عايز اقفل الديبج فين؟ عايز اقفل الديبج هنا، هعمل ست بلس اكس. طيب تعال نشوف الفرق ما بين التو لاين دول. بص هنا بيمشي معاك اللاين باي لاين، يقول لك ايه اللي اتنفذ. يعني هنا بيقول لك والله ده اتعمل له بلس بلس، هنا يعني سكسس يعني اكسكيوتد تمام، وان الفار بقت بمعتصم. انا دلوقتي هنا بنفذ في الفول لوب دي، دلوقتي بايكو واحد، يبقى هو بيشيل الاي وبيسبستيتيوت بواحد. بعد كده بيقول لك الفول لوب اللي بعدها بسبستيتيوت باثنين بثلاثه باربعه بخمسه لغايه لما يوصل عند الايه، عند الثانك يو. اوكي، او اكشلي كمان قبل الثانك يو، انا فصلت الديبج هنا اهو، فعشان كده هتلاقي الثانك يو مش جايه جنبها بلس او اي علامه لعمليه الديبج، هي مجرد بتطلع لي وخلاص، مفيش حتى كلمه ايكو ثانك يو. اوكي، لكن لو انا جيت خدت ست داش بلس اكس دي حطيتها بره خالص، ساعتها هنشوف ديفرنشيت دلوقتي، هنلاقي الايكو طالعه معايا. اوكي، وبعد كده الاوتبوت بيطلع بعدها. فده حاجة لطيفة جدا عشان خاطر برضو واحنا بنشغلين، انا مثلا استقيت في ايرور بيطلع مش عارف ايه اللي بيحصل، ابتدي ديبج بالست بلس اكس والست داش اكس عشان خاطر تشوف انت الايرور بتاعك واقع في انهي لوب. ما ممكن مثلا يقع في لوب معينة، انت عامل مثلا اف كونديشن مثلا وكل مرة كان بيخش في الاف تمام، لما دخل في ال اف ضرب، ال اف دي زي ال اف كده، لو دخل في ال اف ضرب. فلو انت عملت ست داش اكس وست بلس اكس هتبتدي تعرف ايه المشكلة بالظبط. اوكي، فخلينا نهيش الكلام ده ونبتدي نشوف الفور لوب اللي بعدها. نفس الكونسبت 4i ان بنفتح الرينج بتاعنا من 1 تو كذا، ودو وايكو مثلا، وزي ما قلنا ان احنا بنقدر نسبستيتيوت بالشكل ده. ناخد بالنا بس ما ننساش كلمه دو وتحتها ضن هنا. اوكي، طيب نجرب كده برضو تاني، الدنيا ماشيه تمام.
ممكن تشتغل مع الارقام طبعا، وبرضه ممكن تشتغل مع الاري ومع السترينج. هنيجي لما نشرح ان شاء الله باذن الله السترينج، هنبتدي نشرح الكلام ده، سوري الاري قصدي، هبتدي اشرح برضو الفور لوب تاني مع الاري، واشوف ان احنا بنقدر نتحرك عليهم اندكس باي اندكس، نطبع الاليمنتس كلها وهكذا. فانا لو عندي سترينج مثلا اسمه ستارت ليرنينج فروم جافا تي بوينت، عشان الاكزامبل ده من جافا تي بوينت، فبالتالي خليني بس اغير الكاونتر ده، نخليه مثلا بفور اي بالشكل ده كده. لو انا عملت حاجه بالشكل ده هاجي اقول فور اي ان ليرن، هيبتدي بقى يمشي على الكلمات. هنا بالنسبه له الديليميتر هو السبيس المسافه، فلو ستارت ليرنينج لازقين في بعض يبقى ستارت ليرنينج دي كلها على بعضها كلمه واحده، فهنا هيطبع ستارت وبعد كده هيطبع ليرنينج بعد كده جافا فروم جافا تي بوينت. يلا بينا نشوف، هيطلع نفس الكونسبت اللي قلنا عليه. فده انا عايز امشي مثلا فور اكزامبل على تكست جاي لي من الجي بي اس مثلا، او جاي لي مثلا فريم من على الانترنت، عايز امشي عليه كلمه كلمه مثلا، او جاي لي مثلا جيسون فايل عايز امشي عليه واتاكد ان الكي معينه بتساوي حاجه معينه، فاكيد هستخدم الفور لوب. اوكي مش بس كده، لا دي كمان بتساعدنا ان احنا ممكن نمشي على الكوماندز اوتبوت. بمعنى تعالى واحده واحده، اولا في حاجه كده لازم تبقى عارفها قبل ما نشرح الكلام ده. انا لو عملت دلوقتي فور اكزامبل ال اس بالشكل ده كده وعملت نفذ اللوب، هيعمل لي ليست للفايلات اللي عندي على السيستم، صح ولا لا؟ جميل قوي. افرض انا عايز الاوتبوت ده مش يتطبع، لا يتخزن في فاريبل، فاعمله ازاي؟ مثلا هاجي مثلا اقول فار مثلا، اوكي اوفر ماشي، هاجي اقول فار بيساوي، لو عملت فار بيساوي ال اس، تعالى نشوف كده، هيقول لي ثانك يو. طب تعالى نيكوال فار، اكيد انت فاهم هيطبع ايه طبعا. لو انا قلت له ايكو اطبع لي الفار بالشكل ده كده، هيطبع لك ال اس مش الاوتبوت بتاع ال اس. طب انا عايز الاوتبوت، بنعمل ايه بقى؟ شفت حرف الذين او اللي هو جنب جنب الواحد يعني، كويس، بتيجي تعمل ايه؟ مش عشان دي مش سنجل كوتيشن، حرف الذال قصدي، سوري حرف الذال، هتيجي تعمل اللي هو جنب الواحد، بتيجي تعمل السامبل دي مش سنجل كوتيشن. اوكي طيب السمبل دي كل اللي بتعمله ان هي بتكسكيوت الكوماند وبترجع لك الاوتبوت تخزنه فين؟ في الفار. فبالشكل ده لو انا جيت ارن اللوب هلاقي فعلا لما ايكو الفار طلع لي الاوتبوت بجد بتاع الايه؟ بتاع ال اس. اوكي طيب انت ماله يعني، ماله كاست عمال تقول ده ليه؟ مش تعالى بقى ماب للكلام ده في الفور لوب. افرض انا حابب امشي على الفايلات كلها فور اكزامبل بقى، وممكن ابتدي اتشيك فايل معين البرميشنز بتاعت فايل، المهم ان انا عايز الوب على الفايلات اللي عندي في الدايركتوري ده. فانا عملت الاكس بيساوي ال اس، يبقى دلوقتي الاكس متخزنه فيها الفاليوز دي كلها، وعارفين ان الديليميتر هو سبيس المسافه، فبالتالي الاي كل شويه هتمشي على فايل مختلف، اول مره تروح على 01 بعد كده 02 بلا 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 وهكذا. طيب تعالى ميك شور لو عملنا كده فعلا، عمل لوب ومشي على ايه؟ على فايل فايل. اكبر دليل على كده، خلينا هو في هنا مشكله، احنا هنا كاتبين ذا فايل نيم از كذا، هو دي قديمه ولا ايه؟ هو مش ليه كاتب ذا فايل نيم؟ تعالى نطلع نبص فوق كده ايه اللي بيحصل. هو المفروض يكتب ذا فايل نيم از كذا. سوري سوري سوري، الغباوه دي انا عامل هنا دولار اكس، لا دولار اي، لا مؤاخذه، تعالى نعمل نران كده. تمام، ذا فايل نيم از كذا، ذا فايل نيم از كذا، هو بيفول لوب اهو ماشي من اول ذا فايل نيم از 01 لغايه لايه؟ ذا فايل نيم از فاليو دوت تكست. يبقى انا بالشكل ده قادر الف على فايل فايل، ممكن بقى ساعتها تشيك على البرميشنز، افتح الفايلز، افتح الفايل واجرب على حاجه اتاكد مثلا ان الكلمه دي موجوده فيها، اعمل لهم مثلا انكريبشن، عيش حياتك بقى. اوكي انت عندك فولي كنترول على الفايلات بتاعتك. طيب برضو نفس الفكره، مثلا هنا مديك اكزامبل تاني عليه سام هاو، بحاول بس اميك شور ان انت فاهم الدنيا. عملت ال اس الفولدر اسمه تيست اهو، ال اس تيست، الفولدر ده فيه فايل 2 وفايل دوت تكست، فقلت له لف لي عليهم وقول لي المحتوى بتاع الفايل وافتح الفايل، اعمل كات. انا هنا بس كل اللي زودته بس ان انا وريتك ان انت ممكن تستخدم اللينكس كوماندز في الشيل عادي اهو. هنا بايكو، هنا بكات، هنا بايكو عشان اعمل نيو لاين مش اكتر، بعد كده بفول لوب برجع تاني وهكذا. حتى الفي اس كود فيري سمارت انف ان هو يعرف ان دي تبع الفول لوب. طيب تعالى ميك شور، هتلاقي بالشكل ده كونتنت فايل از كذا، كونتنت فايل از كذا، وفي الاخر خالص ثانك يو. اوكي خلينا نشوف السيشن الجاي ان شاء الله بقى الاف conditioning.